بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. نا بناني نتر نكي نا ولد نا لان التريتل تونو قنان نيني بإذن الله عز وجل انتفاصيل نا انساقوتا شروط لا إله إلا الله روت القابي نوغن وريق اندر إجمال دينو لما نقنهن نتنان لاري ورنقن العلم المنافي للجهل نتل القابي نوغن ما لا لاريسي نسا خواتتل نال قابين وقل إن شاء الله لاري تبقدو دليل نروح سنع سلا قل أقل سا خواتتا نجين نشيقنا ولو حلقة نهور مبران دقر ريتل نان لا لاريسي لاريك ورنقن نر معنا ورنقن نر جربرو ورنقن نري عالجرو أشكاليات توحيدو لي شروط لي دليل نروح خجار لد عز وجل ورانا قلنا قش وعنا ولكن ذكر شروط بالتفصيل العلم المنافي للجهل لاري رقم واحد العلم المنافي للجهل شروط لا إله إلا الله إلا معناها العلم بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا أدنا شان نكون تماما ما نجي أركان اللي نقن نفيدي إثبات دقن جهرد لا إله إلا الله سي. نان نينيت أدنا الله شان نكون علم نسان عتنيس اترخ ابو فهمنا ولاش عنخن ارنوا ولاش عنخن معناها العلم بمعنى لا اله الا الله نفيا واثباتا ودليلها الله سبحانه وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله فاعلم انه لا اله الا الله يعني لازم ارتا شهره جار لا قلني ان قد الاني مين لا رجن لي غري رقم اثنين اليقين المنافي للشك نا سواتني صحفتنا ولا مشعرون يا اخوان نا معاني دي نا دليل درنا ولا مشعرون فهمنا ولا مشعرون طبقنا ولا مشعرون ان شاء الله اليقين المنافي للشك معناه ان يكون قائلها على يقين تام بان الله هو المعبود الحق نقابلين اتياخ اليقين المنافي للشك معناه ان يكون قائلها انسان نني اتياخ على يقين تام بأن الله هو المعبود الحق الله سبحانه وتعالى معبود حقيقي من عبادة الصلاة الله سبحانه وتعالى دليل ورنقن قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون الله سبحانه وتعالى نذر الناس نعسى كنانكو نان سيخوري تلفرنون سيخوري خي الإخلاص المنافي للشرك ورانا قلنا الإخلاص المنافي للشرك معناه أن تخلص جميع العبادة لله وحده لا تصرف منها شيئا لغير الله إن عبادة نروك إخلاص لله سبحانه وتعالى مجردة خالصة صافية جارد أختش أختي من قد أريخد أكلا أكلاني من قد أريخد أستاهللاني لا خوي الله سبحانه وتعالى نيد أستاهلتي ودليل ورنقن الله سبحانه وتعالى ورايكن نيتل قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الله سبحانه وتعالى وما أمروا أمر أنت لكم إلا ليعبدوا المسلمين المؤمنين الدامس أن يعبدونه ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وسي لله سبحانه وتعالى ديانة إخلاص صافي منقطع نيسانك واني جيق نيسانك أريق عبستك نيسانك أستاهلك واني جيق
واحد توحيد كامل قنين يا اخوان ميني كودو ان شروط ان شروط نسيو قارق شروط سجري ان شاء سجري الصدق المنافي للكذب الصدق المنافي للكذب معناه ان تقول كلمه التوحيد وانت صادق في ذلك يطابق قلبك لسانك نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا ذلك نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا ذلك وان يثبتنا عليه ونقل معناها الصدق المنافي للكذب معناها ان تقول كلمه التوحيد وانت صادق في ذلك يطابق قلبك لسانك كلمه التوحيد يتولى صدق المنافي للكذب صادق اغرونسك انت يرو انبو قلب الانبو كل سان كل انقدي كل ابك يودي نيو كل اخر ان كل انقدي رد لك كل ابك يواني تشهر ان كل ابك يدو تفضل اقول لك كل انقير ولا شاق مطابق اخر شاق لاقش اخير تكو لاري تشبيه لاري فلي اقول لهم كو فعل دي كو قول دي كو قابة دي كو وراد دينا وكل اقش يعني دليل اولاني قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ويقول الناس عن عتنين فتنة بكذيبة الله سبحانه وتعالى أبتليكم إنسانسي فإن قابلين صدق يقين كامل جرب دوغن سبات جرب دوغن إنسان أسلامت عشان كده الله سبحانه وتعالى حسب الناس ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون انت مؤمن جي ردان بلازم فتنة واني رشاو ما لدر عيال در اوسو در شغد در رزق در عافية در قريود فتنة در يعني سحير در عيل در قليس هير قليس هير سبحان الله عوارد در قريوم بك فتنة لازم فتنة واني رشاو نفتنة اثنين سبات جرب دو ايمان جرب دو صبر جرب دو دين لي توحيد لي اخوك حسنا ديبك كيرا مقول قال اي شيء حصلا دين دنيا خل الله ان لا اله الا تر سابت اخرشا نيها ان شرط ان شدرجن شروط لا اله الا الله روترد ولقد فتن الذين من قبلهم يعني انت جابر قوم ما فتنت انت كلهم امتحان انت كلهم فلا يعلم ان الله الذين صدقوا الله سبحانه وتعالى يمحص يمحص الله يصطفي الله يختار الله اختيارك اصطفيك قالوا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين نين قرن فرق كاذبين صادقين 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 الله سبحانه وتعالى ميزه كلهم نها بنفتنة وكسي نابتلاء وكسي نمحقد وكسي نمغل النار وكسي نضعف وكسي انني وقد الدنيا كالب صديبك وكسي ولا براهون نيوك احيانا قدام نيوك دايق قديبو لكن ذكرت نوكد نيس ان الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم الله ايمانا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل نوكد نيس انت بس صبر تشعروا ما ناو لو اجتمع الامه على ان يضروك وسلن يضروك الا بشيء قد كتب الله لك ولو ان ينفعوك بشيء ولو اجتمع الأمة كلها أن ينفعوك وشأن لا ينفعوك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال في الحديث فيما معنا نينيقن إن أنكري انسجري نهبني نسجد ونما نكون نا حلقة نيريتل انسجا انتروزي حلقتي انتردريت لينو اللهم إن شاء الله هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شروط لقابنا كنا نقراسك